السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا في الجزائر، أزور في اللون وفي كل أقطاع العالم أينما كنتم. الموضوع خطير للغاية للغاية، وكنت أريد التطرق إليه بعدما لاحظت يعني بعضا من الكذب من وزير العدل اللي هو هذا ظلماتي. كان يحاول شرح الدستور للبرلمانيين، برلمانيين الذين لا يعرفوا ما معنى كلمة برلماني، وإنما اشتروها بالفلوس بالأموال حتى يضمنوا الحصانة للسرقة فقط، وهم ليسوا بقانونيين أصلا. المفروض هذا البرلمان يسقط، وقد حكموا عليه حتى أعضاء منه أنه نواب مزورون، أنهم مرتشون. لكن ليس هذا الموضوع، لأنه ظهر للعين، ظهر للعالم كله. لكن ما يهمني في هذا الأمر أنني أريد أن أرى ما يقوله وزير العدل في الدستور. وأولا قبل كل شيء، لماذا يأتي وزير العدل لشرح الدستور؟ هذا سؤال مهم، لأن هذا ظلماتي من خبثه ولؤمه يعني يعرف القانون، يعرف كيف يتلاعب القانون، يعرف كيف يختبئ وراء المواد القانونية. ولماذا لم يأتي العرب؟ أليس هو من كما يقولون رب الدساتير في الجزائر، الذي أصلا هو مزور ويصنعها في ملبورن أستراليا، يصنعها ويخلي الدولة تدفع حوالي 7 مليون دولار، وهذا سرقة كذلك. الدساتير لا تصنع ب7 مليون دولار، إنك تسرق نصفها أو أكثر من نصفها. لكن ليس هذا الموضوع كذلك. نرجع لظلماتي وماذا كان يقوله في البرلمان. تكلم عن مواد، وأنا لم أستمع إلى آخره لأني سأحاول كشف أشياء كاذبة فيها الوزير، ويريد شرح للجزائريين الدستور بطريقته الخبيثة حتى يتلاعب على الشعب. تكلم فيما يخص خروج الجيش الجزائري للخارج، وبدأ يفسر على أساس هذا ما يقوله هو بعظمة لسانه، وممكنكم الرجوع إلى هذا التدخل تاعه في هذا الموضوع. قال الجزائر تتدخل في السلم، يعني بعد الحروب تدخل في السن بعد الحروب. وقال من طرف من لا تدخل بشخصها لوحدها أو طلبا من الدولة التي تطلب منها المساعدة، كما نقول احنا directly، لكن حتى تكون وصاية من الأمم المتحدة. والأمم المتحدة كمعروف يعني عنها، معروف عنها تتمثل في 5 دول لا في العالم، الأقوياء في فرنسا، إنجلترا، أمريكا، تشاينا، والاتحاد السوفيتي سابقا. يعني ماذا؟ يعني أنت تحت أوامر. لكن بالكذبة الكبيرة التي يختبئ وراءها هذا الكاذب، ويريد إيحاء الشعب الجزائري أنهم يعني دائما الجزائر ما زالت على نفس المواقف، أنها تدخل في السلم وتحاول إصلاح بين البلدان وذلك. لكن هذه المرة لا، أنت كاذب، 10 مرات. لماذا؟
على الشعب الجزائري أن يعرف ذلك وأن يطلع على ما تقول هذه المادة. هذه المادة لا تقول أن الجزائر لها الحق التدخل في السلم، لا تقول ذلك، مادة لا تقول ذلك، أنت الذي تقول ذلك وتحاول تبرير ذلك وتقول تحت ماذا؟ تحت الدول العربية اللي لم تجتمع يوما، اجتمع العرب أن لا يتفقوا، اتفقوا أن لا يتفقوا، تكون تحت مأمورية، فمن العرب؟ من تقصد من العرب؟ قل لنا الشعب الجزائري نعرف من يتحكم في العرب، هل أليس هم السعوديين أولا؟ أليس هم الإماراتيين؟ أليس هم القطريين؟ تريد أن تكون الجزائر وجيشها تحت أمر هذه المبيدات؟ أينما تذهب تبيد، تقتل، تجرم لصالح من؟ لصالح قوات كبرى، قوى الخمس وقوات الستة، لا تنسى السادسة اللي هي أكس اللي هي إسرائيل. أنت تريد أن تكون خدمة، جيشنا يكون خدمة لهذا الناس، لأنه ليس مذكور في الدستور أنها تخرج فقط من أجل السلم. ليس بمذكور، لكن أنت أتيت بها حتى تكذب على الشعب وتحاول مخادعته. إنما ستخرج الجزائر، جيش الجزائري سيخرج دفاعا على مصالح فرنسا، وهذا ما تريده فرنسا، لأنها القوة المتمثلة في الأمم المتحدة، وتعتبرون أنتم أن الجزائر ما زالت مستعمرة فرنسية، فلكم الحق أنتم وفرنسا أن تجعلوا من جيشنا، من أبناء جيش الجزائري، عبيد لكم تتاجرون فيه، ولكم مكاسب بفعل هذه، لكم مكاسب وتستغنون بها، لكن الشعب الجزائري فماذا سيتحصل؟ يتحصل أن كل العائلات في الجزائر من لها في العساكر سأتوك ب كما نقول احنا ان سيركوي بتابوت وعلم يقول لك مات خطأ، مات لم يمت خطأ لكن مات غدرا من الجنرالات ومن العصابة المتواجدة التي تريد تجار في كل شيء موجود، تجارتهم في المخابرات وأنت كنت واحد من حاميهم، تجرتم في خيرات البلاد، تجرتم في كل شيء غير قانوني، وأنتم لستوا بقانونيين، إنك لا تقول أن الجزائر ستتدخل في حروب، وإذا طالبت منك الأمم المتحدة أو الدول العربية ستتدخل وتبعث بالجيش الجزائري حتى لو سرا، ستفعل ذلك لأنك جبان ولا تقول الحقيقة للشعب الجزائري، وتريدون الشعب الجزائري أن يمضي بالعشر على دستور ليس بشرعي. تتكلم عن العدالة وأن العدالة قائمة، في ماذا قامت العدالة وأنت وزيرها، وأنت من كلفت أن تكون وزيرها، وأنت من رأيت من أراد وبرغبتك أن تكون عبدا لقيد صالح
ولجنرالات قبل ذلك ولتوفيق قبل ذلك. أنت من قلت نعم نعم سيدي وي مسيو لما قال لك قاعد صالح ونير الفو علي جوسكو بو وي مسيو وي مسيو حتى تبقى وزيرا للعدل ودي وزيرا للغدر وزيرا للكذب وزيرا تلفيق وزيرا أي عدل تتكلم عنه؟ لما يرمى الشباب في السجون كل يوم، لما يقتلوا محامين، يقتل محامي على مرأى الجميع، أين العدل الذي تتكلم عنه؟ أي عدل تتكلم عنه؟ وماذا عن قضية الكوكايين؟ 7 قناطر كوكايين، ماذا فعلت فيها وأنت وزير العدل؟ لا يستطيع كاذب وفاسد أن يعدل إن لم يعدل في قضايا مثل هذه. تتكلم عن العدل وترى كل الفاسدين، و75% من الفاسدين ما زالوا يتآمرون وهم في الخارج، والأبرياء في السجون من يحبون الجزائر، وغلطتهم الوحيدة وذنبهم الوحيد أنهم قالوا تحيا الجزائر. ومن خبثك ولؤمك تريد مخاطبة الشعب وخاصة شبيبة الجزائرية، وتقول لم يعطى لها حقها. لكن بعد ماذا؟ بعد ما حاولت تهرب في تحدث عن الدستور، بعدها بلحظة قلبت ورجعت تكلم مع الشباب تخاطب الشباب. لماذا؟ لأنك تريد الكذب عليه ثانية، وتحاول تطمعه أنه هو المستقبل، تريد منه أن يكون هو المستقبل وحتى المستقبل السياسي له. كيف يكون له وأنت ترميه في السجون؟ ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ تريد من شاب طالب أن يكون سياسي، أن يكون له الحق في التعبير، وهو يرمى في السجون في وقتك أنت، وأنت سجانه وأنت قاتله. إنها مصداقيتكم سقطت، ولم تكن لكم مصداقية أصلا، كذبتم على الشعب لمدة معينة، وهذه المدة لقد انتهت. You're done. خلاص كمل معكم الشعب، لم يثق فيكم أو في كلامكم أو في دساتيركم، لأنكم سقطتم من 9 جويلية سنة 2019. 9 جويلية سقط حكمكم ونظامكم الفاسد. تريدون تبرئة أشياء وهي ليست حقيقة وحتى ليست موجودة في الدستور. تريدون حرمان الشعب الجزائري من المادة 7 و8 التي ترجع الحق للشعب الجزائري. تريدون إخضاع تام للحاكم، وللحاكم حتى لا نقول هذا تبون لأنه أصلا ليس بحاكم، لكن العساكر التي هي وراء. تريد إخضاع الشعب لهم بقانونك أنت، لكن بدستور العرابة. عرابة لا يستطيع الوقوف وشرح الدستور ليكون في علمك، لأن المواد
ليست هي من طرف الشعب، طرف القضاة أو من طرف المحاماة أو من طرف المجتمع مثقف في الجزائر، المجتمع الجزائري كامل يعني، ولكن العرب كما نقول هنا كوبي ان بيست، كوبي ان بيست الدستور لا يستطيع شرحه، هو يستطيع تقديمه، لكن من عمل بهذا الدستور، من اشتغل عليه، ما هي الهيئات التي كانت موجودة في صنعه؟ لذا على الشعب الجزائري لازم يعرف حاجة، الدستور هذا لازم يكون إن شاء الله، إن شاء الله يوم سقوطهم بدستورهم، ولا انتخابات على الدستور، والخروج إلى الشارع أصبح أكثر من واجب، لأن الأشياء التي يقومون بها ليست لصالح الشعب، وحتى الدستور الذي يتكلمون عنه يكذبون في وسطه، وهذا دليل، يتكلم أن الشعب الجيش الجزائري يخرج في يعني في مقاصد سلمية وفي مأموريات سلمية، لكن لم تكتب هذه الكلمة في الدستور، وتبعها قائلا لأنه لا يستطيع إخفاء أنها أن الجزائر وجيشها سيكون تحت أوامر دول، لأن لو كان على الجزائر أن تخرج لحماية مصالحها في الخارج أين مكان، في أفريقيا، في أي مكان في العالم، أن تتدخل بطريقتها الخاصة، وتدخلت قبل ذلك لما كان لنا جيش وكان له أركان، كانت الجزائر تحمي نفسها وتخوض حروب بدون اللجوء إلى بلدان العربية التي يقال عنها أنها عربية. لا نرجع، رجوش تحت أوامر الإمارات أو قطر أو السعودية، لأنها تنتمي وهي عاهرة إسرائيل، شتيبيا عاهرة إسرائيل، إسرائيل رجلهم، رجلهم يرقد معهم في ثلاثة وريفالي يموت، يأمر ذي تفعل الحاجة ويأمر ذي تفعل الحاجة ويأمر ذي تفعل الحاجة، حتى تركيا يأمره في الآخر لما تجي الضغط يجي الضغط، وهم كلهم يقومون بمأموريات لتحطيم بلدان، لتحطيم بلدان بطريقة ما، وليس تحطيمها يعني تحطيمها، هما ما عندهم ما يدوروا بالشعب، يصنفوت بامار دي بابل، لكن خيراتهم، خيرات الجزائر، خيرات ليبيا، خيرات أي منطقة، السودان، خيرات هذو ليهم مصلحة، في المالي، في النيجر ليهم مصلحة، ليهم أطماع، إذا ما عرفتش البلدان هذه تحتفظ على خيراتها وتخلي هذه الخيرات في خدمة شعبها، فيقومون بتقسيمها مع السلاطين ومع الملوك ومع الرؤساء والوزراء والضباط العساكر الأركان هذا مهما كانوا في أي بلد من البلدان قاسموا خيرات، لكن ليس الشعب الذي يعني سيستفيد من هذه الأشياء. ولذا احنا في الجزائر لا نترك، لا نترك هذه الجماعة خابثة، أظهرت أنها خابثة وأنها متآمرة، يتكلم على تقسيم، تقسيم احنا نقوله ممكن يكون فيه تقسيم إداري، إداري ديسنتراليزاسيون، ديسنتراليزاسيون دي ريسورس، ماشي ديسنتراليزاسيون ديكوباج
découpage du territoire algérien. لها مقصدين. هذا زلماطي يحوس يكذب على الشعب، يقول ان راينا ان جهه. انتم كم كل شيء كان ديبون دالجي، كل شيء كان سنترال. كان في وقت يعني كان ممكن فوزي ديسنتراليزاسيون سون كسوا يعني تريتوار de tout le territoire algérien. لكن انتم تريدون تقسيم. تقسيم ماذا؟ ستقولون مدام يعني هذا تفكيركم خبيثة. هذه اللي ما يقولوها لكمش. لكن هي في الدستور. غدوة ولا مغد زعما يجي هذا رئيس تبون مزور تفون. فريمون تفون. يجي يقول مثلا القبائل مادام راكم هكا وماكم راكم مثلا الدستور هذا جو سي تري بيان كو الدستور ان شاء الله قبائل يفون لو ريزولتا كون زيرو زيرو فيرغي زيرو 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 ايترنال. هذه دائما يقول ماذا؟ يقول مادام انتم ما وافقتوش على الدستور ممكن نعطوكم استقلال ذاتي. هذا هو التقسيم كان يريده. لكن هذه من ناحية سياسية يعني ما يبغوش يكون عندهم بلاد في الجزائر تدير لهم دي بروبلام تدير لهم مشاكل. هي دائما كانت رائدة اللي تنوض كبوش لي بوتون كما يقول لك، لأن ناضجين دائما نقول أنا ناضجين سياسيا. أخواتنا في القبائل في بجاية في تيسي والسوفي كل نواحي مسيحية ناضجين سياسيا ويريدون قطع هذاك النضج السياسي. يريدون قطع الوصل، لأننا نعتبر الجزائر تبدأ من الحدود التونسية حتى الحدود المغربية ومن شمال البحر الأبيض المتوسط حتى حدودنا مع النيجر والمالي. هذه الجزائر. لكن هما لهم فائدة أن يقسموا. هو وزير حيبقى وزير، فكروا مليح. والجنرال يبقى جنرال، وابن الجنرال يبقى ابن الجنرال، والوزير يبقى وزير، وابن الوزير يبقى وزير. لكن ما دام انتم يعني كقبائل يعني اخوتنا في القبائل لم ترضوا على او لم توافقوا الحاكم الفاجر الفاسد في الجزائر سيقسم هذه القطعة من الارض التي حررها ابائنا، وهم يريدون تقسيمها لانهم لم يحرروها وإنما نهبوها. لم يحررها وإنما نهبوها. وهذا زلماطي من الأيادي التي تستعمل في الخيانة. هذا إن شاء الله لو يأتي يوم إن شاء الله يوم تتحرر الجزائر أينما كان سيحاكم على ما فعله، على ما فعله مع توفيق في الجزائر، على ما فعله مع الجنرالات في الجزائر، على ما فعله مع قايد فالح. نعم قايد فالح، لأنه كان يطبق أوامر قايد فالح، والآن يطبق جنرالات ثانية وتبون معه. هذا سيحاكم إن شاء الله، لأنه ارتكب أخطاء في حق الشعب الجزائري. كرجل قانون كالمفروض أن تثور مع الشعب وتطلب بالمادة 87، لأنك اخترت أن تكون عبدا كما كنت وستبقى حتى نهايتك. لكن هذا ما لازم يعرفه الشعب. الأكاذيب ومحاولة تغليط وإلساق
أشياء ليست بحقيقة، ويقولون أنهم يريدون إعطاء الشباب الطلبة فرصة لأنه لم تعطى لهم. يعني أنت الذي تعطيها لهم سيز الماضي، إذا كانت تبغي تعطيهم فرصة أرجوك أولا وقبل كل شيء يعني حاول تراجع كلامك. كيف تدخلهم السجون وهم طلبة؟ طلبة وميتين طلبة في كل فروع محاماة، طلبة أبناء شعب. إذا كان الشباب لا تتكلم عنه فهم في السجون، وأنت من يعطي التعليمات بالتليفون لتجنهم، كيف تقول لهم أنكم تريدون إعطائهم فرصة؟ أي فرصة تتكلم عنها؟ الفرصة الوحيدة التي تريد إعطائها لنفسك ولأمثالك ولتبون، لأنك أعطيت الفرصة للفاسدين، وقبل ذلك أعطيت الفرصة لابن تبون وخرجته من السجن وهو مرتكب أكبر جريمة ممكن يرتكبها الإنسان على الأرض، وهي متاجرة بالمخدرات، لأنها كل ما تؤدي إليه المخدرات هي فساد، فساد مالي، تؤدي إلى الإجرام، تؤدي إلى الجريمة منظمة، لأن الإنسان الذي يبيع مخدرات يعني يستعمل السلاح، يعني أنت حاميه وأخرجته من السجون وهو يتمتع في باريس، شوارع باريس بأموال جزائريين، وليس غير ذلك. كيف تقول أنك ستعطي فرصة للشعب الجزائري؟ في ماذا تعطيه أنت فرصة؟ أن يتكون سياسيا؟ وأعمار السياسيين في الجزائر يزيد عن 75 سنة أو 80 سنة، كيف الشعب الجزائري أن يتسيس ويرجع للسياسة وأنتم ترجعون بالخادم وعنده 80 سنة ترجعوه للحكم؟ الأشياء التي تقومون بها هي قتل الوقت، قتل الوقت ومحاولة التلاعب على الشعب الجزائري لخداعه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، لأن الخبث فيكم، لأن فرنسا لا تستطيع الاستغناء عن ما صنعت فيكم وفي أبائكم، وليس لكم ذرة من الوطنية. هذا هو أنت سيس الماضي، أرجو أن تسمح بالكلام وأن يصلك حتى تستقيل وتكون فيك ذرة من الرجولة، ونعلم أنها ليست فيك لأنك كنت دائما إنسان خاضع. تستقيل ليس لنفسك، لأنك لا كبرياء لك، لكن تستقيل حتى لا تداس بالقدم. فلا تضحك على الشباب، الشباب سيقرر مصيره وهم أنضج منك سياسيا، يعرفون، لأنهم يعرفون حق الجزائر ويعرفون كيف يحافظون على الجزائر. ودستوركم لا ساقط، دستوركم لا ساقط، وعلى الشعب الجزائري أن يعرف وأن لا يترك هذه الفرصة أن يسقط هذه العصابة. والخروج يوميا وقبل الانتخابات يبدأ خروجكم من الآن لتقولون للعالم لا نريد بهذا الدستور. يكين يغا باسو غيفوندوم في كل العالم، جيبوها من فرنسا، من انجلترا، من امريكا، من كندا، من كل بلد في العالم. وبخروجكم
كل يوم نسقط هذه العصابة ويسقط دستورهم، لأن الدستور هذا سيعطيهم الحق في البقاء، يعطيهم الحق لأن الشعب قبل بالدستور، يعطيهم الحق ويسقط منا احنا كشعب المادة 7 و8، لم تعد في أيدينا بعد ذلك، هم الذين يتصرفون فيها إلى 50 سنة الآتية. هذا إذا كانت قامت قائمة للشعب وصحة صحوة ثانية، لكن هذه المرة لا يريدونها أن يصح، لأن هذه الطغمة ستعمل أكثر 10 مرات ما تعمله مصر، ما يعمله الجنرال السيسي، وهذا نبهناكم به. لا تتركوا هذه العصابة، وعلى كل العساكر من الجيش الوطني الشعبي، عساكر صغار من كورونيل ونزل، وعلى كل البوليس أينما كان، وحتى الأمن الداخلي، أن يثوروا مع الشعب ويحرروا الجزائر من هذه الطغمة. هذه فرصتنا، فلا تتركوها تضيع. هذا كان تدخلي في هذا الموضوع، وأن كل القوانين يكذبون عليها وأشياء ليست بمكتوبة في الدستور. لم يقولوا أن شعب الجيش الجزائري يخرج في مهمات سلمية، نعم يخرج في مأموريات لحماية مصالح أجنبية. إن كان على الجيش أن يخرج ويدافع عن المصالح، لا يحتاج إلى أي مؤسسة، أي دولة عربية، لأنهم سقطت دول العربية المتحدة كما كانوا يقولون. لم يعد ذلك، تعود الجزائر ونفكر في الجزائر فقط. لما تقوى الجزائر كلمتنا ستكون لها قيمة ويستمع إلينا، ولا نفضح عند الأمم المتحدة، لأن هذه الدولة أصبحت فضيحة عند الهيئات العالمية في الأمم المتحدة كهيئة حقوق الإنسان، أصبحت مضحكة. لكن بس ترجع ثقة الشعب في نفسه، لازم أن يتحرك، يفوقكم بوش بوش تخيبيت، لأن طيلة الوقت في صالح عصابات أخرى، عصابات تتنظم سوغانيس حتى يسرقوا الجزائر مرات من ثانية، أو يتقاسموها مع الحاكم الظالم كما فعلوا في 90s. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.